بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الصائم يتجنب الجماع، إذا جامع بطل صيامه، الجماع لا يجوز في حال الصيام وهو يبطل الصيام، وهو من المفطرات. ولكن الزوج مع زوجته هل يجوز له أن يقبلها وأن يلمسها وهو صائم، مع أن اللمس والتقبيل أو ربما الكلام وسيلة إلى حصول الشهوة؟ هذا يختلف باختلاف الناس يا إخوان، يختلف باختلاف الناس. فالذي يملك نفسه ولا يتسبب هذا في ثوران شهوته هذا لا بأس. كان صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه عليه الصلاة والسلام، لا يخاف من الشهوة، وهذا من حسن العشرة، هذا من حسن العشرة، وهو لا يجر إلى شهوة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من نفسه. فالذي يملك نفسه لا بأس أن يمازح زوجته، أن يقبلها، أن يمسها بيده، ما أشبه ذلك، من حسن العشرة. وأما الذي لا يملك نفسه، الشاب اللي عنده شهوة قوية ولا يملك نفسه يخاف، فهذا يتجنب هذا الشيء. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وعليه يدل هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وفي رواية في رمضان. ثم قالت: وكان مالكا لإربه، يعني لا يخاف من ثوران الشهوة معه. نعم. قال رحمه الله: وزاد في رواية في رمضان. اي نعم، انه صائم في رمضان، يعني ما هو خاص صيام التطوع. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. هذا في رواية احتجم وهو صائم يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهي سحب الدم، سحب الدم بواسطة المحجم، أو سحب الدم بواسطة الوسيلة الطبية المعروفة الآن من العرق. فهل هذا يفسد الصيام أو لا؟ في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فهذا يدل على أن الحجامة تفطر الصائم،
وفي هذا الحديث أنه احتجم وهو صائم، فهذا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم. فما الجمع بين الحديثين؟ أظن تصورتم المسألة. الجمع بين الحديثين، نعم لا، الجمع بين الحديثين إما أن يقال احتجم وهو صائم هذا في الأول، ثم قال أفطر الحاجم والمحجوم، يكون هذا ناسخ، يكون ناسخ لما قبله. وقيل إن رواية وهو صائم غير محفوظ كما قال الإمام أحمد، ولكن الصواب احتجم وهو محرم، هذا هو الصواب. وأما رواية وهو صائم فهذه غير محفوظة، هذا ما يقوله الإمام أحمد رحمه الله إمام المحدثين كما هو معروف، فهو لا يصحح رواية وهو صائم، وإنما يصحح رواية وهو محرم. فالمحرم يجوز له أن يحتجم، وأما الصائم فلا، لأن سحب الدم منه يضعفه، يجتمع عليه الصيام ويجتمع عليه الضعف في سحب الدم، هذا ما يصلح، وبحاجة إلى القوة، فلا يحتجم وهو صائم. هذا قال به الإمام أحمد جماعة من المحدثين أن الحجامة تفطر الصائم. قول الثاني لبعض المحدثين أو لكثير من العلماء أن الحجامة لا تفطر الصائم، أخذا بقوله احتجم وهو صائم. الله أعلم، المسألة فيها خلاف، ولكن المسلم يتجنب الإشكال ويحتجم في الليل، أسلم لذمته. نعم. قال رحمه الله: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. هذا نعم. فقال نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذا الذي ذكرنا من التعارض بين الحديثين والجمع، ما يحمل على النسخ، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ناسخ لحديث احتجم وهو صائم، وإما أن رواية وهو صائم غير محفوظة، وأن المحفوظ احتجم وهو محرم، فيبقى أن الحجامة تفطر الصائم، والمسلم يتجنب الإشكال والخلاف ويحتجم في الليل وهو مفطر. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك. لكن تبقى مشكلة كيف يفطر الحاجم، قال أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم ما في إشكال لأنه سحب منه دم، لكن الحاجم كيف يفطر؟ قالوا لأن الحاجم يمص القرن، فربما يطير إلى حلقه شيء من الدم فيفطر بذلك. هذا سبب أن هذا معنى أن الحاجم يفطر، لأنه عرضة، أنه إذا مص القرن لاستخراج الدم يطير إلى حلقه شيء منه. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. هذا القول الثاني اللي يقول أن الحجامة لا تفطر الصائم، يقول إن حديث
أفطر الحاجم والمحجوم، هذا منسوخ بحديث احتجم وهو صائم، يعني عكس ما قاله الأولون. هذا يقول إن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم ناسخ، والطرف الثاني يقول لا، حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. فتختلفوا في أيهما الناسخ. وعلى كل حال المسلم لا يعرض صيامه للخطر، فلا يحتجم ولا يسحب الدم وهو صائم. الدم الكثير يعرض صيامه للخطر ويقول المسألة خلافية وما أشبه ذلك. يا أخي تجنب هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهما أمور مشتبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإنسان يتجنب الشبهات ويحتجم في وقت لا خلاف في جوازه، وهو حالة الإفطار. وإذا تضرر وصار لابد من سحب الدم فهذا يعتبر مريضا، فيقضي يحتجم ويقضي، هذا يعتبر مريض. وإن كنتم مرضى أو على سفر، الله جل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. الاكتحال للصائم هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن العين تسرب منها شيء إلى الحلق، إذا وضعت في عينك شيء قطرة ولا شيء تجد طعمها في حلقك ولا لا؟ ها؟ إذا وضعت بعينك قطرة ولا شيء سائل أو كحل تجد طعمه في حلقك، فهل يجوز الاكتحال في رمضان؟ لم يثبت فيه شيء، يقول لم يثبت فيه حديث. ما دام لم يثبت فيه حديث فالأصل الجواز، الأصل الجواز، يجوز للصائم أن يكتحل. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا يدل على أن النسيان إذا أكل أو شرب وهو صائم أن صومه لا يبطل، لأنه معذور بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إنما الذي يبطل الصوم هو الأكل متعمدا أو الشرب متعمدا، أما من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الشيء أعطاك الله إياه وأنت لم تتعمده فلا يضر صيامك، لأن النية موجودة، لأن النية موجودة وهي نية الصيام. أنت لم تنوي الإفطار وإنما تناولت هذا الشيء ناسيا ولم تنوي به الإفطار، فصيامك باقي والحمد لله. فالذي يأكل ويشرب ناسيا صيامه باقي، لأن نيته موجودة ولأن النسيان معفو عنه. أما من أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فحرم الأكل والشرب
فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تعمد وأكل أو شرب بطل صيامه. نعم، لأنه نقض النية. نعم، تعمد يعني نقض النية. نعم. قال وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. نعم، مثل الذي قبله، من أكل أو شرب أو أفطر ناسيا فليس عليه شيء، صيام صحيح. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. القيء هو الاستفراغ، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم. القيء هو استفراغ ما في المعدة من الطعام والشراب عن طريق الفم. هل هذا يفطر الصائم؟ فيه تفصيل: إن كان القيء غلبه وليس له اختيار، خرج منه بدون قصد ولم يعمل شيئا يسبب القيء، فصيامه صحيح، لأن هذا ليس من فعله ونيته باقية. أما إذا استدعى القيء، هو تسبب في القيء، فإنه يبطل صيامه، لأنه استخرج ما في معدته من الطعام والشراب الذي يقويه. فهذا مثل الحجامة، استخرج ما يقويه على الصيام فيبطل صيامه، ولأنه تعمد هذا الشيء. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. نعم، هذا فيه، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة عام الفتح، خرج من المدينة في رمضان قاصدا مكة للفتح في رمضان في أثناء النهار وهو صائم، الصحابة صيام، استمر صلى الله عليه وسلم على صيامه، استمر على صيامه ليكمل يومه، وكان الوقت حارا، فشق ذلك على الناس أن يستمروا صائمين وهم خرجوا مسافرين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب الناس، أخذ قدحا من الماء ورفعه حتى يراه الناس، ثم شرب صلى الله عليه وسلم وأفطر، فأفطر الناس. هذا فيه دليل على أن الأولى لمن صام أول النهار ثم سافر في أثنائه، الأولى أن يكمل الصيام، الأولى أن يكمل اليوم، وإن شق ذلك عليه جاز له أن يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يشق عليه فالأولى أن يكمل اليوم وأن يصوم. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله:
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. ولكن لما بلغ أن بعض الناس لم يفطر مع أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، بعضهم ما أفطر، قال أولئك العصاة، يعني الذين لم يفطروا يعتبرون عصاة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أخطأوا في مواصلة الصيام مخالفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأولى الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، من بلغته السنة فيعمل بها ولا يخالفها ويقول أنا أستطيع، أو لا، العمل بالسنة هذا هو الواجب. نعم. قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. الله عز وجل قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطرها بعد رمضان، هذه رخصة من الله عز وجل لعباده أن يفطروا، رخصة، رخص لهم أن يفطروا، والرخصة هي السهولة، سهل عليهم أن يفطروا رفقا بهم، لأنه يجتمع سفر وصيام يشق هذا، فمن رحمة الله أن سهل عليهم ورخص لهم في الإفطار. لكن هل يجب عليه أن يفطر أخذا بالرخصة أو لا يجب؟ الجمهور من الأمة على أنه يخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن صام أخذ بالعزيمة، وإن أفطر أخذ بالرخصة، فيخير، لكن الأفضل أن يفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فلا يجب عليه الإفطار، ولكن يستحب له الإفطار أخذا بالرخصة، هذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للظاهرية. الظاهرية يقولون لا، ما يصح الصيام، يجب عليه الإفطار، وهذا يحل هذا الحديث في صحيح مسلم، يرد على الظاهرية أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الإفطار في السفر فقال: هو رخصة من الله عز وجل، من شاء أخذ بها ومن شاء أخذ بالعزيمة وواصل الصيام، الإنسان مخير في هذا. نعم. قال: وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. نعم، هو الحديث أصله في المتفق عليه، لفظه في صحيح مسلم، الحديث صحيح على كل حال، وهو يدل على أن الإفطار لا يجب، ولكنه أفضل من الصيام للمسافر أخذا بالرخصة. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. نعم. نعم. اللي بعده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. نعم، الحديث الذي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رخص للشيخ، الشيخ المراد به الكبير الهرم، ثم لتكونوا شيوخا، هو المراد بالشيخ ما يعرفه الناس شيخ العلم، لا، الشيخ هنا شيخ العمر،
يعني كبير السن، كبير السن ضعيف لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، ما يستطيع أداء ولا قضاء نظرا لحالته، حالة الشيخوخة. هذا إذا أتى عليه رمضان فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو قراءة طعام مساكين، عن كل يوم طعام مسكين مقدار نصف الصاع يعني كيلو نصف عن كل يوم، وليس عليه صيام لا أداء ولا قضاء لأنه لا يستطيع. هذا في الشيخ الكبير. ومثله المريض المزمن، إنسان فيه مرض مزمن دائم ما يرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام، هذا مثل الشيخ الكبير، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيعه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نزلت في الشيخ الكبير والمريض المزمن. نعم. ولا قضاء عليه، ما يستطيع القضاء. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وردنا كثير من الأسئلة، ولكن كما أشار الشيخ سنقرأ من الأسئلة ما يتعلق بالدرس. هذا سائل يقول: امرأة أفطرت 20 يوما في رمضان بسبب النفاس، وضاق عليها قضاء ذلك الصيام إلى الآن بسبب الرضاع، ولعلها تصوم الآن بعض تلك الأيام وتقضي الباقي بعد رمضان، فما العمل وهل عليها شيء؟ أبدا، ما دام أن العذر مستمر، العذر مستمر الذي من أجله أفطرت، فإنها تستمر في الإفطار وتقضي فيما بعد ولو بعد رمضان. الله جل وعلا رخص لها أن تفطر بسبب العذر، والعذر لا يزال معها، فلا يزال الرخصة موجودة والحمد لله، فتؤجل القضاء إلى أن تستطيع وليس عليها غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أمي عليها قضاء رمضان العام الماضي، إلا أنها لا تستطيع الصوم لأنها تتعب كثيرا، فهل يجوز لي أن أصوم عنها القضاء؟ لا، الصيام عمل بدني والصلاة عمل بدني لا تدخلهما النيابة، لا يصوم أحد عن أحد ما دام الإنسان حي، الإنسان اللي على قيد الحياة لا يصام عنه، أما إذا مات عليه صيام يصوم عنه وليه كما في الحديث، لكن ما دام على قيد الحياة فلا يصوم عنه أحد، إن استطاع هو أن يصوم فإنه يصوم، وإن لم يستطع فإنه يؤجل الصيام إلى أن يستطيع ويقضي، وإذا كان ما ينتظر أنه يقضي لأن العذر مستمر معه فهذا كما سبق عذره مستمر فيطعم عن كل يوم مسكين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: إذا رأيت صائما يأكل ويشرب وهو ناس، فهل يجب علي أن أذكره؟ وما وجه القول بأنه لا ينبغي تذكيره لأنه إنما أطعمه الله وسقاه؟ اختلف العلماء في هذا، ولكن الراجح والله أعلم أنك تنبهه، ما دام أنه مخطي وناسي فإنك تنبهه، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنك لا تقره على خطأ، لا تقره على خطأ فتنبهه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: علمنا أن إفطار الحاجم بالحجامة بسبب مص الدم بفمه، فهل يفطر من يستخدم الأدوات الحديثة ولا يستخدم فمه؟ ها؟ الحاجم الذي يستخدم الأدوات الحديثة دون أن يمص بفمه هل يفطر بذلك؟ الله ظاهر عموم الحديث أنه يفطر، ولكن
المعنى الذي قاله العلماء أنه بسبب أنه يخشى أن يتطاير إليه الدم، فهذا لا يخطر بالآلات الحديثة، ولكن ظاهر الحديث أنه يخطر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل قطرة العين تفطر الصائم؟ كما سبق لكم أنه العين منفذ إلى الجوف، إذا وضع فيها سائلا ووجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك، إذا وجد طعمه في حلقه. أما إذا وضع القطرة ولم يجد لها طعما في حلقه فلا أثر عليه ولا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من لمس زوجته دون جماع فأنزل، فهل يفطر أم لا؟ إيه، إذا أنزل يبطل صيامه، لأن نزول الشهوة مبطل للصيام، وهو متسبب في هذا، فيبطل صيامه هذا اليوم ويقضي، وليس عليه كفارة الجماع لأنه ما جامع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الجماع في نهار رمضان إذا كان ناسيا يقاس على الأكل والشرب ناسيا؟ ما ورد هذا. الرجل الذي جاء إلى النبي وأخبره أنه جامع وصائم أمره بالكفارة كما يأتي، ولم يستفصل منه هل هو ناسي ولا ما هو ناسي، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم صيام يوم السبت إذا كان يوم عرفة أو كان من الأيام البيض، وهل يصام مفردا؟ لم يثبت في النهي عن صوم يوم السبت شيء، لم يثبت، لا مانع، إنما الذي صح وثبت إفراد يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما يوم السبت فلم يرد فيه شيء فيبقى على الأصل وهو الجواز. نعم. وهذا سائل يقول: هل مس أو تقبيل المرأة ينقض الوضوء؟ هل مس أو تقبيل المرأة ينقض الوضوء؟ إذا كان بشهوة، إذا كان مسها أو تقبيلها لشهوة فإنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج شيء سبب لخروج الشهوة فينقض الوضوء، أما إذا مسها بدون شهوة فلا ينقض وضوءه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الإفطار في رمضان بغير سبب؟ مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فيجب عليه التوبة إلى الله، ويجب عليه القضاء مع التوبة إلى الله، ولا يعود لمثل هذا الشيء، وإذا استمر يفطر فعلى ولي الأمر أن يؤدبه وأن يعزره تعزيرا بليغا وأن يلزمه بالصيام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان السفر لا يشق على الصائم فهل يجوز له الإفطار؟ ويقول في سؤاله: وما هو حد السفر المباح فيه الإفطار؟ ما هو حد السفر الذي يباح فيه الفطر؟ حد السفر الذي يباح فيه الإفطار هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو ما بلغ مسافة 80 كيلو فأكثر، يعني يومين للراحلة، هذا الذي تقصر فيه الصلاة ويباح فيه الإفطار في رمضان. وهذا حده. وبقية السؤال: إذا كان السفر لا يشق عليه، كما سبق، إن كان هو مخير، إن شاء يفطر وإن شاء يصوم، لا يلزمه الصيام ولا يلزمه الإفطار، بل هو مخير، ولكن الإفطار أفضل كما سبق. نعم. وهذا سائل يقول: إذا سافر رجل في طائرة فهل يفطر أيضا؟ كل واحد، السفر كل واحد، على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو على طائرة أو على صاروخ كما تسمونه، الله رخص للمسافر أن يفطر مطلقا، ولم يحدد هذا. وإن كنتم مرضى أو على سفر لم يحدد هذا،
نحن لا نحدد شيئا لم يحدده الله عز وجل، فما دام أنه مسافر إنه يفطر ويقصر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: ماذا يفعل من كان عليه قضاء ولم يقضي تكاسلا منه حتى أدركه رمضان آخر؟ ماذا يفعل من كان عليه قضاء رمضان ولم يقضي تلك الأيام تكاسلا منه حتى أدركه رمضان آخر؟ نعم، هذا عاصي وآثم، ولكن يجب عليه بعد رمضان القضاء والإطعام، يجب عليه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم. وهذا سائل يقول: هل يفطر الطبيب الذي يسحب الدم من الناس المتبرعين مع أنه لا يمص الدم؟ لا، الطبيب ما يفطر، ما هو بحاجم، ما يسمى حاجم، ما يسمى حاجم، هذا يسمى طبيب يسحب الدم بوسيلة غير الحجامة، فلا يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يمكن الجمع بين صيام يوم وإفطار يوم وصيام يومي الاثنين والخميس؟ هو إذا صام يوم وأفطر يوم يدخل فيه، يدخل فيه الاثنين والخميس. نعم. وهذا سائل يسأل عن بخاخ الربو، هل يفطر؟ عن بخاخ الربو. والله هذا محل إشكال، كونه يؤخره إلى الليل أفضل، وإلا فقد أفتت اللجنة الدائمة في أنه لا بأس أن يتناول أو يأخذ البخاخ للربو، أفتوا في هذا، ولكن جاء تقرير من الأطباء أن هذا البخاخ يشتمل على دواء ويشتمل على ماء، وأنه يذهب إلى الحلق، فحصل إشكال في هذا، وكونه يتجنبه ويعمله في الليل لا شك أنه أبرأ لذمته وأحوط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من أي مادة يطعم الشيخ الكبير والمريض المزمن؟ من أي مادة يطعم الشيخ الكبير والمريض المزمن؟ من الطعام يا أخي، يخرج من الطعام الذي يوكل في البلد، الطعام الذي يوكل في البلد، كل بحسبه. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها لحاجة المحتاج دون أن يطلب المحتاج ذلك؟ نعم، لا بأس، يجوز تعجيل الزكاة قبل موعدها لسبب، إما لحاجة طارئة وإما لضرورة، لا بأس بذلك. تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين عند الحاجة، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هو الحل في شخص يعاني في الوضوء من خروج الريح وهو مريض بالقولون العصبي وهو متأكد من خروج الريح، فماذا يفعل؟ إذا كان هذا دائما ما ينقطع فهو معذور، توضأ عند الصلاة، توضأ عند الصلاة ويصلي في الحال ولا حرج عليه، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان ما هو دائم وإنما بعض الأحيان فإنه ينقض وضوءه، فإذا خرج منه ريح توضأ ويصلي لأنه ليس دائما. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قد يملك الرجل إربة، ولكن أليس فيه خطر على المرأة أن يحصل لها ما يحصل للرجل؟ قد إيش؟ أليس فيه خطر على المرأة فقد لا تملك إربة؟ إذا كان فيه خطر على المرأة يتجنبها، كلام على أنه ما فيه خطر على المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أطعمه الله وسقاه، هل هذا اللفظ دال على عموم الرزق أم هذا الإطعام والسقاية خاصة بالصائم؟ الله هو الرزاق سبحانه، هو الرزاق بالقوة المتين، فما يحصل للرزق لأي مخلوق فهو من الله، الآدميين والبهائم والدواب والحشرات كل شيء الله يرزقه سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. شوف الله يوصل الرزق للحشرات في جحورها،
هل وجدتم حشرات تموت في جحورها؟ من أين يجيها الرزق؟ من الله سبحانه وتعالى. فالله يعطي كل مخلوق رزقه اليومي ويقتات، وهذا من رحمته سبحانه وقدرته الشاملة وعلمه المحيط. فالله ما يخلق مخلوقا ويضيعه أبدا. فالرزق من الله للصائم ولغيره، لكن خص الصائم بهذا لأن حالته خاصة، لأنه ممنوع من الأكل والشرب. ولكن إذا حصل منه أكل أو شرب ناسيا فهذا من الله، ساقه إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الانتقام من شخص فعل لي سحرا شديدا استمر؟ هل يجوز لي أن أنتقم من شخص صنع لي سحرا شديدا استمر؟ صنع له سحرا ايه؟ استمر لعدة سنوات، هل يجوز لي أن أقتل هذا الساحر إذا علمته؟ هذه دعوة يا أخي، هذه دعوة لازم تثبت، يكون هذا عند القاضي، هي بالمسألة فوضى، هذه المسألة فوضى. من اتهم شخص انتقم منه، أثبت عليه عند القاضي والقاضي يحكم لك لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أعمل في مكتبة لأحد أقربائي وفيها حقائب مدرسية. يقول هذا السائل: أعمل في مكتبة تبيع أدوات المدارس ويوجد فيها حقائب مدرسية شنط عليها صور، فهل أبيعها أم أمتنع عن ذلك، علما بأن الأطفال لا يرغبون إلا في هذه الحقائب؟ الصور لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الصور ولا بيع شيء عليه صور من ملابس أو حقائب، لا يجوز. تطمس الصورة، لا تدع صورة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجوز بيع الصور ولا ما فيه صور. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، على التاجر وعلى العامل أن يتقوا الله عز وجل فيكافح الصور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم ضرب الدف؟ لكن بعض العلماء يقول إذا كانت غير مقصودة، الصورة غير مقصودة، تشري السلعة، تبي السلعة أنت ولا قصدت الصورة، هذا لا يضر لأنك يعني غير قاصد، ولكن تطمس الصورة لا تخليها تستمر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الضرب بالدف في الزواجات عند الرجال؟ عند الرجال الضرب بالدف للنساء فيما بين النساء، ولا يكون عند الرجال، ولا يضربه الرجال، إنما تضربه النساء فيما بينها، هكذا وردت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أملك منزلا وخلف هذا المنزل جبل، وبيني وبين الجبل مساحة خالية ليست لأحد ولا طريق للناس، فهل لي أن أستفيد منها؟ تقدم إلى البلدية يا أخي، تقدم إلى البلدية واطلبها، هذا من صلاحيات البلدية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أمي تسكن مع أختي غير المتزوجة، وصار بيني وبينها خلاف لأنها ترفض إنكار المنكر، فمنعتني من دخول بيتها وأوغرت صدور إخوتي علي فقاطعوني، وأنا أحاول أن أكلمهم فيغلقون السماعة، فماذا أفعل حفظكم الله حتى لا أعتبر من أهل القطيعة؟ عليك بالصبر والاحتساب وإنكار المنكر والتعليم، عليك بالصبر ولا تترك الإنكار أبدا، هذا واجب عليك، وليس هذا من القطيعة، هذا من الصلة، أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تريد لهم الخير، فاستمر على طريقك وأنت إن شاء الله ماجور منصور بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل لا بد من المضمضة عند الصلاة حتى ولو لم يأكل الطعام؟ حتى ولو لم يأكل الطعام؟
ما هي بلازمة المضمضة عند الصلاة، السواك يكفي، إذا أراد يصلي يستاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. المسواك يكفي ولله الحمد. أما في الوضوء فلا بد من المضمضة، الوضوء لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق، أما المضمضة من أجل الصلاة فقط فالمشروع السواك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في أن يكون ضمن حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد دراسة تفسير القرآن بشكل واسع مع تدبره واستنباط ما فيه من فوائد وعبر؟ مع إيش؟ مع تدبره واستنباط ما فيه من فوائد وعبر، نرجو منكم نصيحة في هذا الأمر. هذا طيب، يحفظون الآيات ويعرفون تفسيرها والعمل بها، هكذا كان الصحابة. يقول قائلهم: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فحفظنا العلم والعمل جميعا، فحفظنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا طريقة الصحابة رضي الله عنهم، هذا إذا تيسر، أما إذا كان ما يتيسر فيقتصرون على حفظ القرآن ويؤجلون التفسير إلى وقت آخر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما نقول عطل والحفظ إلا بتفسير، ما نقول هذا، نقول إذا تيسر الجامع بين الحفظ والتفسير هذا أحسن، وإذا لم يتيسر فاشتغلوا بتحفيظ القرآن. نعم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم للشباب الذين يتساهلون في الرخصة لأضعف الأسباب، وخصوصا حرارة الجو كخراب المكيف وغيره؟ لا، ما يجوز، مسؤولون عن دينهم، ما يجوز أنهم يترخصون بدون سبب شرعي. الرخصة إنما تكون في السفر أو في المرض، أما شدة الحر فليست رخصة، ليست شدة الحر رخصة في الإفطار إلا إذا خاف الموت، إذا خاف الموت فإنه يأخذ ما يبقي عليه حياته، أما ما دام أنه عليه مشقة من الحر يصبر يصوم. ما أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم لبس الدبلة للرجل؟ لا أصل لها، وربما تكون بدعة، لأنه يعتقد فيها أنها تربط المحبة وتربط القلوب، فلا شك أن تجنبها أنه أحسن وأبعد عن الشبهة. نعم. وهي عادة لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم من يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة وهو سيمكث بمكة 6 أيام؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يكرر العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة. عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع حجها قارنة وجاءت بعمرة بعد الحج، أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها.